FM. الكلمة ليك. حركة الاستقلال بما أنه حركة وطنية شاركوا فيها ساترة ومعركة وطنية، لكن أنتم كي قلتوا حركة الاستقلال وكأنه معناتها تملص لا. من حقبة لين بعد لجاء آخر بورقيبة بداية بن علي. لا 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 أنا تجمعية ما عندي حتى مشكلة. وحتى علاش حركة الاستقلال؟ علاش حركة الاستقلال؟ على خاطر توا مفهوم الاستقلال تبدل، مفهوم الاستقلال الترابي ولا ما عادش مطروح اليوم. اللي يلزمنا نسعاوله هو باش نحققوا استقلال طاقي، استقلال غذائي، استقلال تكنولوجي، استقلال معرفي. هذية لي ديفي دي طون مودرن. مش تجاوزنا مرحلة الاستقلال الترابي ما عادش، وهذاك علاش سميناها حركة الاستقلال التونسي. الكلمة ليك.